وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم.
شاريكم في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي خير الخلق كلهم. دع ما ادعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى. أنا أريد أن أبدأ من قصيدة البردة من حيث قيل وقفى. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكوا بما شئت عن واحتكم. كما هو مدحا لا بأخبار بعد فرح. المهم دع ما ادعته النصارى في نبيهم بحذاري من أن نصل إلى تأليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين ولا فخر رسول الله، ولكنه بشر كما قال هو إنما أنا بشر. فالإنسان لابد دائما أن يبقى الله تبارك وتعالى في جلال عليائه وكبريائه وعظمته وله صفات الجمال والكمال والجلال أيضا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله بعض من صفاته كصفة العزيز والكريم والرحيم. المؤمنين رؤوف رحيم. فهذا دائما نذكر به، فلا بد أن يبقى الله أصل الكون ورسول الله هو حامل رسالاته وهو متواضع، حتى أنه كان يقول خير الصيام صيام داود وخير القيام قيام داود. حبيبي خير خير الصيام صيامي ولا خير القيام قيام، عليه أفضل الصلاة والسلام. نواصل من أين وقفنا. قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده اعتبار رئيسي في تاريخ البشرية، هو أكثر إنسان أثر في تاريخ البشرية بدون منازع، لا من ناحية العلمية ولا من ناحية التاريخية ولا ناحية. هو نقل أمة كان أصحابها متناثرون، قبائل متناحرة جاهلة لا تفهم شيئا، نقلها إلى أن تقود الأمم وأصبحت هي مركز العالم. هذا الفعل عبر عنه ابن عمه جعفر أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، جعفر الطيار. جعفر هذا لما ذهب إلى الحبشة مع بعض من المسلمين في هجرة هروبا من الظلم ومن التعذيب ومن المضايقة، ذهبوا إلى الحبشة كما قال رسول الله، قالوا فيها ملك لا يظلم عنده أحد. فلما لحق به أهل قريش قيادة آنذاك عمر بن العاص، نقول أنا رضي الله عنه لأنه أسلم في النهاية وحسن إسلامه وأصبح من الصحابة. عمر بن العاص أرسلته قريش على أن صاحبه هذا ملك النجاشة ابن الحبشة النجاشي رحمه الله أيضا،
أسلم عينه الآخر، فمحاولة أن يمنعهم من هذه البيئات ويعيدهم، فقدم جعفر بن طالب رضي الله عنه وأرضاه خطبة تاريخية عبر فيها عن قيمة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأها عليكم فانصتوا إليها جيدا، فهي معبرة فعلا تعبيرا بلاغيا وواضحا وصريحا. يقول جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. انظر هذا التعبير عن وضع العربي قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبير دقيق. نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. حتى جاءنا رجل نعرف نسبه، معروف هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، يعرفونه جيدا، عاش بينهم 40 عاما ولم يذكر لهم شيئا، يعرفونه معرفة جيدة، نعرف نسبه وصدقه وأمانته، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته، حتى أنه نخرج النص أنه لما أراد أن يعلمهم بالإسلام ناداهم جميعا فقالهم: أيها الناس، لو قلت لكم أن خلف الجبل قوم سيغورون عليكم، يقولكم على الجبل ثم جماعة جميع عليكم، صدقوني ولا ما صدقونيش؟ قال: نصدقك ما علمنا عليك كذبا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لا أقول ذلك ولكن أقول أن الله أرسل لكم رسولا فكذبوه. لا إله إلا الله. يعني جعفر عبر، قال: نعرف نسبه وصدقه وأمانته. على الوضع هذا الرجل ليس غريبا عنا، لذلك الدعوة تطلبوا نوعا ما شباب منذ نشأتهم، شباب نشأوا في طاعة الله، كي يقبل كلامهم، لأن الناس ينظرون إضافة إلى العلم ينظرون التصرفات، يقول لك ما كان يعمل كيدير كيدير. ماذا به اللي أنا نحاول العرب وذرنا مش يكونوا دعاء من صغرتهم، ماذا بينا يبعدوا شوية على الأخطاء، يكبروا يتكلموا يلقوا باش يتكلموا، ياخذوا مصداقية معناها. من كان هذا ليس مبررا، كل من تكلم بالحق لابد ان يسمع، لكن الناس عند الهوى. فدعانا لنعبد الله وحده فلم نشرك به احدا، وحرم علينا ما حرم، واحل لنا ما احل، ثم اتبعه ذلك فقال: فعدا عنا قومنا، احنا كذبعناه فقومنا عدوا عنا وظلمونا. بقية القصة لأنها بدعيناش لأن ماذا وقع. المهم قدم المسألة في 3 نقاط رئيسية: وضعية قبل الإسلام، مجيء شخص معروف نسبه وأمانته وصدقه، ثم ماذا طلب؟ طلب عكس ما كان معمول به، أي طلب عدم الشرك، الإيمان بالله وحده، وطلب الصدق والأمانة والإخلاص والأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة وعدم أكل الحرام وعدم إتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني هذا كله أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل أمة من وضع إلى وضع آخر، نقلها من وضع التشتت والفرقة والتقاتل والبغضاء والظلم إلى العدل، إلى الإخوة، إلى التعاون. هذا كله فعل لم يفعله أحد في التاريخ بهذه الكيفية. حتى الزعماء الذين حاربوا ووسعوا أمبراطوريتهم
ما زرعوا عدلا يوما، بل زرعوا بالعكس الذل عند الناس وظلموا الناس. رسول الله خلق مجتمعا جديدا بقيم صادقة. الجزء الأول عندما كان في مكة، والجزء الأوضح عندما صار إلى المدينة، لما صار الأمر إليه، لما صار هو الحاكم في المدينة وهو الآمر الناهي المسموع كلمته، ماذا فعل؟ أول ما بدأ به أن آخى بين الناس. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. آخى بين الناس حتى أن الواحد أصبح يقتسم كل ما يملك مع أخيه. آخى بين المهاجرين والأنصار وزرع بينهم الألفة. حددها الله، قال فألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم، وجعل له أخلاقا تسمح له بهذا الدور. ليس هكذا، ليس كل الناس ينجحون في التأليف. فجعل له أخلاقا فقال له وهو يمن الله على رسوله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل. الله، انظر انظر أخلاق التي علمها الله كي ينجح في هذه المهمة وهي التأليف بين الناس. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الصفات هي رحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين، وما أدراك من اللين؟ لابد للإنسان أن يغير في تعامله مع الناس وأن يحاول أن يتعامل باللين. لذلك قال أهل العلم: ما دخل اللين شيئا إلا زانه، وما دخلت الخشونة شيئا إلا شانه. اللين كل شيء دخل يدخل اللين. فليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. آية من آيات القرآن يوصي بها الصالحون من أرسلوه، فقاله فليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذه الآية هي هذه الكلمة هذه الآية هي الكلمة النصف في القرآن. في منتصف القرآن بالضبط استعمل الله فليتلطف كلمة. انظر في سورة الكهف آية 302 وكتاب في 604، يعني في منتصف القرآن بالضبط استعمل التلطف. فالتلطف شيء محمود في صفات المؤمنين، أوصى به الله نبيه بل جعلها خلقا من أخلاقه. ولو كنت فظا العكس غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. فمن صفاته أنه لين هين، وهي من صفات المؤمن لين. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يألف ويؤلف. لابد أن نحاول أن نتصف بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة أن نتصف بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. فاعفوا عنهم العفو، وما أدراك ما العفو. العفو هو السماح عند المقدرة، ليس السماح عند العجز. هذا ليس عفوا، هذا يسمى تنازلا. أما العفو عند المقدرة فهي من شيم الأقوياء، من شيم الصالحين. لذلك نحن عندما نطلب الله في ليلة القدر ماذا أوصى الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا.
والعفو ليس مجرد الغفران، العفو أعلى من الغفران. العفو هو ألا تحاسب الشخص أبدا. قلت عفوت عنه أي لن أتذكر ذلك أبدا. أما سمحت والله سمحت قد عودة حدالك لك اسمح. العفو أنساه وناس الدين الخير وأنساه وأنسى شر الناس أنساه. فاعفو عنهم واستغفر لهم. هذا الدعاء الذي ديما نستغفره بعضنا وديما بالغيب، دعاء المؤمن للغيب في ظهر الغيب لأخيه مسألة محبوبة ومطلوبة، فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذه نقطة رئيسية نحب نوقف عندها. الشورى خلق من أخلاق المسلمين قبل أن يكون مبدأ سياسيا. في الآية في سورة العنكبوت جعل الشورى بين الصلاة والزكاة، الذين يقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فهذه الآية سورة مكية، سورة العنكبوت سورة مكية، فليس حكما هناك سياسيا ولا غيرها، فهي خلق من أخلاق المسلمين يقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فشاورهم في الأمر. رسول الله المدعوم من الوحي، يأتيه الوحي من السماء، يأمره الله أن يستشير العباد. والآية هذه نزلت في سورة آل عمران، موجودة في سورة آل عمران، وما ذكره الشيخ قبل قليل سورة آل عمران، سورة الأنفال عفوا اللي نقولها نسيتها ملاحظة. آل عمران ذكر الله فيها سورة بدر بالاسم، ولكن لم يسرد فيها الأحداث. قال ويوم أمنها قد نصركم الله بغواتك في بدر. لكن ما ذكر أحداث بدر في سورة الأنفال ليست سورة الأعمال، فذكر فيها الأحداث من الآية أنتم بعيد الدنيا وهم بعيد القصة وركب أسفل منكم، فذكر فيها الآية هذه. ليست في الأنفال، هي في سورة آل عمران فعلا، وفي سورة غزوة أحد يتحدث عن غزوة أحد لا غزوة بدر. بعد ما وقع له غزوة أحد نتيجة اقتراح أصحابه بالخروج، قال له هو شاورهم في الأمر حتى وإن كان ما رأوه حل من ورائه مصائب، لكن الشورى لا بد منها. أريد أن أقولكم إلى صورة أخرى للتشاور، هي نبي الله أبونا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. انظر إلى أي درجة تشاور عنده. هو رأى رؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، ولا يعتقدن أحدكم أن إبراهيم لن ينفذ أمر ربه. ذاك قال ما النبي لم ينفذش. إبراهيم ما دام قال ربي تيعمل، ولكن حب يشاور. شوف حب يشاور يشركه معاه يربح معاه لجر. كان يجب يجي غفلة يقول ها يربح، لا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الشورى جعلت الأب ابن يستفيد ويأخذ أجرا عظيما أيضا مع والده. كان بإمكانه يحاول التنفيذ ويأخذ الأجر وحده، ولكن سيدنا إبراهيم أبى إلا أن يستشير ابنه بوضوح. فانظر ماذا ترى. القرار قرار عندك، أنت أيضا شريك في القرار. إحنا لازمنا في أخلاقنا، في معاملاتنا مع أولادنا، مع أهلنا، مع أخواتنا، مع زملائنا في العمل، في كل مجال حياتنا، الأصل في الشيء أن ننزل هذا المبدأ وهذه الأخلاق، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها العفو ومنها المغفرة ومنها الدعوة والاستغفار ومنها الاستشارة. فالاستشارة خلق من أخلاق المؤمنين. رسول الله ترك تاريخا عظيما
لابد أن نستند إليه. ترك تاريخا لابد أن ندرسه لأبنائنا. للأسف الشديد وأنا أستاذ وأدرس تلاميذ، ورغم أن من اختصاصي في العلوم الطبيعية، ولكن لا أستطيع إلا أن أسأل أحيانا التلاميذ حول بعض الأسئلة في هذه المواضيع، تأتي عبر النص، يعني حتى العلوم لابد أن تأتي مواضيع تتحدث فيها عن قيمة ما أنزل الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لذلك قبل أيام كنت أدرس التلاميذ عن مسألة البر والبحر، جاءت عرض مسألة البر والبحر، وتعرفون البحر أكثر من البر، 72% من أرض من ماء، وباقي 28% من اليابسة. لكن هذا قلت لهم أن القرآن ذكر البحر 32 مرة، وذكر البر 13 مرة، فإذا قمنا بالنسبة 32 على المجموع و13 مجموع ستجدون النسب التي تدرسونها أنتم في العلوم فقط. ولا يجب أن تفوت المدرس بما أنه مربي أن يقول مثل هذا الكلام. لا أستطيع أن أتجاوزه، لا أستطيع أن أتجاوز وأنا أدرس تاريخ الأرض أن أذكر بالآية الكريمة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لا أستطيع أن أتجاوز وأنا أدرس العلوم إلا أن أذكر من هذه الأمثلة كثيرة، ولكن أنتبه أن أبناء المسلمين لا يعلمون شيئا عن تاريخ رسول الله وعن أفعال رسول الله وعن سير رسول الله وعن القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مجهول عند أبنائنا. لماذا؟ لأن الحوار بيننا وبينهم ضعيف، ولأن أيضا نحن أيضا للأسف الشديد أمة أمرها الله بأن تقرأ، ولكنها للأسف الشديد لا تقرأ. أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمره بالقراءة. فلا بد أن نواصل أن نقرأ. وبما أن شيخنا سأل عن أئمة الأعلام وقال أن ترتيبهم كما قال الطالب بارك الله فيه: أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. فالشافعي ما هو إلا تلميذ مالك، وأحمد ما هو إلا تلميذ الشافعي رحمه الله أجمعين. والتلميذ ليس مطالب أن يكون نسخة من أستاذه، فمن هو أن يبدع وأن يتخذ، ولكن ما يهمني أو أذكر هنا أن أحمد رضي الله عنه مثله مثل بقية أصحابه كان يتنقل ويجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفيت قدماه، فقال له: ألا ترتاح يا إمام؟ قال هم كلمته الشهيرة: من المحبرة إلى المقبرة. نفس الكلام قاله غيره من الأئمة، لكن آخر الأئمة اخترنا أن نقول آخر كلام: الحياة من المحبرة إلى المقبرة. لا يوم بدون علم، لا يوم بدون زيادة في العلم. فلا بد الرسالة لأبناء لآبائنا قبل أبنائنا: اقرأوا ثم درسوا أباءكم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. السؤال هنا: من هم؟ المقصد الآية: أنتم بالعدوة الدنيا. من هم أنتم بالعدوة الدنيا؟ وهم من هم؟ هم بالعدوة القصوى والركب من هم؟ ثلاثة: أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ثلاثة أسئلة معنا من شكون جاوبنا عليه؟ غزوة بدر، نعم، قافلة، يعني قافلة يقود فيها أبي سفيان. أنا هي من أعود. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. قافلة يعني بالعدوة الدنيا، قافلة الرسول صلى الله عليه وسلم وقافلة أبي سفيان
والركب أدنى منكم، الركب على قافلة وقهوة وقريش لاهجين البشريين. ليش قريش؟ لاهجين البشريين ينقضوا القافلة والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مداخلة تلفين بتاعها صحيح يعني ثلث ناقص. شكون ثلث ناقص؟ رب سبحانه وتعالى يخاطب في النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا من المدينة وماشيين باش بيغوروا على القافلة بتاعت قريش. هلا مروحة من الشام، جاية من الشام وماشية لمكة، ودائما العرب ينزلوا في بدر، هذه ساحة بدر دائما أبيار ينزلوا فيها دينا القوافل. فخرجوا الصحابة معنا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون القافلة، حتى أن رب سبحانه وتعالى يقول إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ذات الشوكة هي القافلة. وهنا أنتم في العدوة الدنيا، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المضيق، الدنيا العدوة هي المضيق بين جبلين، هي عندها مخرجين، الساحة هذه عندها مخرجين، المخرج ما بين الجبال، المخرج يقولوا له عدوة في اللغة العربية في لغة القرآن. فالعدوة الدنيا هي لمقدار المدينة لجايين منها النبي وأصحابه، والعدوة القصوى هي لجاية منها قريش. فباتوا كل واحد المسلمين باتوا في العدوة الدنيا والآخرين باتوا في العدوة القصوى، والركب أسفل منكم، الركب هو القافلة. فالقافلة انحازت إلى الشمال وقت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدر، معنى انحازت إلى الشمال وروحت من طريق آخر بعدت على الأرض. والركب يعني الركب هو القافلة الساحل. من هو الذي صلى توضأ صحيح، توضأ صحيح وصلى صحيح ولا خارج منه لا غائط ولا ريح وصلاته غير صحيح؟ كيفاش يا الله قبل الوقت؟ بارك الله فيك. جواب صحيح. السؤال الثالث، الأئمة الأعلام الأربعة، أئمة أهل السنة، أئمة الفقهاء، أشكون يعرفهم حسب التسلسل الزمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله أئمتنا كل خير. أول الأئمة الأعلام هو أبو حنيفة النعمان ويلقب الإمام الأعظم جزا الله كل خير. ولد 80 للهجرة وتوفي 50 و100 رحمه الله ورضي عنه. وثاني الأئمة هو الإمام مالك إمام دار الهجرة، مدينة رسول الله على سيفها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولد رحمه الله ورضي عنه 93 للهجرة وتوفي 74 و100 للهجرة. جزاه الله عنا كل خير، ونحن في هذه البلاد نتبعه فهو المذهب المعتمد في بلادنا. وثالث الأئمة هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ولد 50 و100 للهجرة وتوفي 201 للهجرة، 204 عام. ثم رابع الأئمة هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولد 64 و100 للهجرة وتوفي 41 و200 للهجرة. جزاهم الله كل خير عنا، جزى الله عنا أئمة خدموا القرآن وأنشروا. ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا من لدنه علما. سؤال آخر حتى نختم إن شاء الله. صورة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا ليتها في قلب كل رجل مسلم من أمتي، هي المانعة،
هي التي تمنع عذاب القبر على صاحبه، تمنع من عذاب القبر. سورة الملك أو سورة تبارك. بارك الله فيك. الشوق حركني بغير ترددي، والحب أبحر في غرام محمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. الله أوصى فهيا رددوا، يا رب صلي على الحبيب محمد. يا من تحب محمدا وتريده، لك شافعي يوم الخلائق وتحشر، فصلي عليه صلي عليه، فلربما تحظى بسقيان يديه وتحفر. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا الكتاب اسمه الرحيق المختوم، بحث في السيرة النبوية. افترض أن كل واحد في مكتبته هذا أو ما شبههم، هذا الكتاب الوحيد. هذا كتاب جيد جدا، فيه السيرة النبوية تقريبا أنها مختصرة نوعا ما، ليس فيها تعليقات الكتب القديمة خديمة فيها العنعنة والكلام شد وقت. هذا كتاب قدم بحث لأخي جائزة من رابطة العالم الإسلامي في 85 قدم وما شبهه فترة لي عبد الرحمن صفي الرحمن مرقة فوري، هذا هندي. كتاب جيد جدا. أنا أتذكر أني مرة في الصيف عملت منها السيرة النبوية، فبقيت فيها 44 حلقة، بتقريبا كل حلقة بساعة إلى ربع. يعني كتاب جيد جدا، يمكن يفيد برشا ماذا بينا اللي ما فيها بأس، مش ما يصورش عليه يسوى أكثر منه. أو 8500 أو 10000 كيف منها معناهاش معنى كبيرة. ماذا بينا اللي نجم يتحصل عليه يخليه بلا حد ما يقراش، يحط الذرة يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجد مكتوب أخرى أكثر عمق وأكثر وحدة. ونقدم الجائزة لأخونا قارئ هذا أخونا عبد الرؤوف السكرافي، هذا قارئ أخونا من المدينة أكيد من قبل، وقارئ إن شاء الله يعطوك شاب أصول القراءة، إن شاء الله ربي يبارك فيهم، إن شاء الله الشباب كما كاي شوفوهم برشا وشوفوا نوع حالية تجتهد وتقدم إن شاء الله الإسلام والمسلمين إن شاء الله. اللهم يا رب العالمين، يا مجيب دعاء السائلين، يا رحمن يا رحيم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، على خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومجد كلماتك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا شفاعته، وارزقنا صحبته في الجنة يا رب العالمين، واجعلنا في الدنيا من السائرين على سنته يا رب العالمين. اللهم نسألك من كل خير سألك منه عبدك وحبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك وحبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي اهد شبابنا، واهد آباءنا، واهد بناتنا، واهد أبناءنا، واهد كل من حضر معنا يا رب العالمين.
ردنا جميعا يا دينك رد الجميع يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا من المتقين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المصلحين، واجعلنا من الفائزين في الدنيا ويوم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعله أنيسنا في الوحدة، ومصباحنا في الظلمة، ودليلنا في الحيرة، وسائقنا للجنة يا رب العالمين. اللهم اسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا واجعلنا على البلاء صابرا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، تفرقنا بعد تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا معذبا يا رب العالمين. اللهم ردنا الحق ردا جميلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا صحبة النبي في الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا رؤيته، ولا تحرمنا شفاعته، ولا تحرمنا صحبته، واجعلنا معه يا رب العالمين. اللهم اجعل ارحمنا وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا سبقنا بالايمان، اللهم ارحمنا سبقنا بالايمان، وارحمنا اذا ما صرنا الى ما صار اليه يا رب العالمين. اللهم نسالك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه وغفران يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك المغيثين الذين يستغيثون يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث النافع، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارزقنا الغيث النافع، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارزقنا الغيث النافع، واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم يا رب انزل خيرك علينا، وانزل سترك علينا، وانزل رحمتك علينا، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه، وهذا الجهد وعليك الاتكال، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين، لا تردنا خائبين يا رب العالمين، لا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.